معاكم عمر من قناة جانج تريفور. النهاردة هنبدأ أول يوم من لعبة مريم. لعبة مريم هي لعبة غامضة بقالها يومين كده منتشرة في الخليج. هي صورتها دي السودة دي فيها بنت، فهنبدأ نشوف ايه الكلام اللي كان بيدور عليها ونشوفها كده مع بعضين. هي طبعا يعني اللعبة دي اللي يلعبها أكبر من 9 سنين عشان حتى يبقوا فاهمينها وكده، لو ممنوع الأطفال يعني. أول حاجة بتسألك عن اسمك، فإحنا ندخل اسم كده مثلا عمر مثلا، يعني أي اسم. هي طبعا بتكلمك عشان عايزة شوية مساعدات أو أي حاجة، يعني على حسب الأسئلة اللي بتعوزها منك. بس هي أول حاجة دلوقتي عايزة مساعدة منك، اللي هي إيه، عايزة توصل للبيت بتاعها أو كده. دلوقتي هي بتسألك اللي أنت تساعدها ولا لأ، فإحنا عشان نشوف آخرها، فاللي هو إيه، نقولها نعم. شكرا. عايزة مساعدة، اللي هي بتقول ان الدنيا كانت ضلمة وكده، فمش هتشوف حاجة، فهنمشي معاها للآخر. هي بتسألك، بتاخد زي رأينا كده البيت هيكون في أنهي اتجاه، فمش هنقول في الغابة، احنا ممكن نقول في اتجاه تاني. طبعا هتبدأ تسألنا شوية أسئلة واحنا في الطريق في اللي احنا بندور على البيت بتاعنا، هنقول لها هي بتقول لنا اللي احنا اكتشفنا سرها، فهنقول لها لا عشان اشوف رد فعلها يبقى ايه. طيب تمام. طبعا هي وصلنا البيت اللي هي بتدور عليه ورجعت لي، اسمك الحقيقي او تود تغييره؟ لا نعم هو الحقيقي. عشان نكمل بس. حسنا، طبعا نريد ان نراهم يعني عشان نشوف ايه الموضوع بتاع اللعبة. لست الحوت الأزرق كما يدعون. لا أنك كاذبة وأعرف ذلك. فأنا طبعا معرفش، فأختار أي إجابة مثلا لا أنك كاذبة مثلا. طبعا ما قداميش خيار تاني، فهقول حسنا. طبعا مش خايف، فأكتب كده مثلا. هي بتقول كل شيء يحدث يسمع ذلك بالراديو، فطبعا احنا ما سمعناش حاجة، فعايزين نسمع، فنسألها ايه اللي سمعتيه. طبعا ما فيش الكلام ده، فهنقول لها ان ده كدب يعني، فنشوف هترد قدامنا ايه. انت الان مسجون في هذه الغرفة ليه بقى؟ فنسألها ليه. المفروض اللي احنا نستناها لحد ما ترجع. المفتاح معك، فقد هز الجهاز وسوف يسقط لك. فاحنا نهز الجهاز كده نشوف ايه اللي هيحصل. نفك. حصلت علي. حاول مجددا. نجرب تاني. المفتاح اهو ده. تحت طاولة الطعام ولا تحت الحضور؟ نجرب دي مثلا.
مستني ايه الرد الفعل اللي في الاخر يعني. طبعا هفضل ساكت، خرج من البيت، فانا يا اما استنى يا اما اخرج من اللي انا مستخبي فيه. فاستنى، فانا شايف ان انا ممكن استنى عن كده اشوف ايه اللي. وده اخر اليوم، ده النهارده. النهارده خلصنا كده، بيقول لك انتظر الجزء الثاني، انتظر الجزء الثاني ان شاء الله بكره، ونشوف يوم جديد من لعبة مريم ونشوف ايه